تعتبر الدول العربية من أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم. أما الصين فقد أصبحت أكبر مستورد للنفط في العالم. هذا ما جعل التعاون التقوي يلعب دوراً رائداً في التبادلات الثنائية، بينما يسعى الجانبان إلى تقاسم التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في هذا المجال. في كل مرة نأتي إلى الصين نشاهد تطور ملحوظ على جميع المستويات، أولاً على المستوى الإنشائي الكونستراكشن، أما على مستوى الطاقة والنفط والغاز فنلاحظ هناك تقدم سريع ومذهل من الجانب الصيني في هذا المجال، وهذا انعكس إيجاباً على حقولنا النفطية وخصوصاً في شركتنا، لأن الشركات المطورة لحقولنا هي شركات صينية، شركة بتروتشاينا وشركة سينوك. لاحظنا هذا اليوم تقدم مثل خصوصاً في مجال نقل المعلومات، يعني داتا ترانزميشن ومتابعة البرميل النفطي من الإنتاج وحتى التصدير. إضافة إلى وفرة الطاقة التقليدية للدول العربية، أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، ما جعلها في وضع فريد لتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة. من ناحية أخرى، تمتلك الصين تكنولوجيا متقدمة وخبرة غنية في مجالات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح. كل هذا يخلق تكاملاً بينها وبين الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وإمكانات التعاون بين الجانبين هائلة في هذا المجال. لا شك أن التعاون بين الشركات الصينية وشركة مصدر هو تمثيل للتعاون بين الدولتين، دولة الإمارات ودولة الصين، والتعاون في أفضل حالاته. نحن في مصدر قمنا باستخدام الكثير من التكنولوجيات التي تم تطويرها في الصين، سواء للألواح الشمسية أو توربينات الرياح في مشاريعنا، وأيضاً عملنا مع كثير من المقاولين الصينيين في مشاريعنا، وكثير من هذه المشاريع الآن قيد التشغيل بدرجات عالية من الكفاءة ودرجات عالية من الريلايبيليتي. لا شك أن نحن نعتبر أن الصين والشركات الصينية منتجين ومقاولين وأيضاً ممولين ومساهمين في المحطات الطاقة النظيفة، مساهمين كبيرين في دفع عجلة اللي هو الاستثمار في الطاقة المتجددة. على ظل هذا، دخلت التقنيات الصينية إلى الدول العربية أيضاً في الوقت الذي تعمق فيه التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الكربون. وأنشأت الصين والدول العربية بشكل مشترك المركز الصيني العربي للطاقة النظيفة، الذي يعد حجر الأساس للتنظيم المشترك لأنشطة ارتفاع القدرات في مجال الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح. كما أكد رئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 سلطان الجابر على أهمية التعاون الصيني العربي في مجال المناخ والبيئة، قائلاً إن الصين لها القدرة الهائلة على تحقيق التغيير، وباعتبارها أكبر سوق للطاقة المتجددة في العالم، تواصل الصين دعم التحول العالمي للطاقة من خلال سلاسل توريد الطاقة المتجددة. وعلى مر السنين أقامت دولة الإمارات والصين علاقات استراتيجية قوية وحيوية تشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتحصلت جهود الصين المبذولة في حماية البيئة على إشادة عالمية في مؤتمر كوب 28، وليس من الدول العربية فقط. China is now the world leader by far. They are producing more and they are selling more new energy vehicles than any other country in the world. They are ahead of Europe, they're ahead of the United States, and they are leading the global effort to address climate change and air pollution with these new energy vehicles. So it's a very impressive program and one that I hope will be accelerated going forward if we're going to achieve our 1.5 degree C goal. We have seen as a strong progress in the recharging, all these kind of things in the offshore wind.
So there are many, they are also plan to invest significantly in solar. They have the land for that. We have been also see how technologies are evolving. They are going for having turbine for offshore wind of 16 megawatts. It's extremely significant. So we've seen many things that are happening that make us feel that they will absolutely be in line with their path to becoming carbon neutral.